بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب كلية التربية شعبة رياضيات عام المستوى الثالث بجامعة بورسعيد. إن شاء الله النهاردة في هذه المحاضرة، تعتبر المحاضرة الثالثة بعد المقدمة، هنتناول طبعا هتكلم عن تاني عن مسلمات إقليدس أو الهندسة الإقليدية والهندسة الفراغية وهندسات أخرى تم وضعها بعد أو وضع لها مسلمات بعد هندسة إقليدس ظهرت في العصر الحديث، وهنشوف العلاقة ما بين الهندسة الإقليدية أو هندسة إقليدس والهندسات الأخرى. طبعا زي ما قلت لكم من البداية إن أي علم في الدنيا له أربع ركائز أساسية: المسميات والمسلمات والنظريات والحقائق، والكلام ده تناولناه بالتفصيل في المحاضرات السابقة. في هذه المحاضرة نحاول هنفند بالتفصيل ما قيل في المحاضرات السابقة عن المسلمات والمسميات والنظريات والحقائق سواء في هندسة إقليدس أو الهندسة الفراغية من خلال أسئلة هيتم الإجابة عليها في هذه المحاضرة. السؤال الأول هنا في لما أقول أذكر مسلمات هندسة إقليدس ونقائضها، اتكلمنا عن مسلمات إقليدس في المحاضرات اللي فاتت وهنتكلم عنها بالتفصيل في هذه المحاضرة مع إعطاء بعض البراهين للمسلمات القديمة وللمسلمات للنظريات الناتجة من هذه المسلمات والمسميات التي اتفقنا عليها. مسلمات هندسة إقليدس طبعا كان لها نقائض، واللي حير العلماء في لحد قريب جدا اللي هي المسلمة الخامسة لإقليدس. هناك أنواع من المسلمات الأخرى نتناولها من خلال هذه الأسئلة، وهي مسلمات الوقوع لواحد اسمه هيلبرت، وهنثبت بعض النظريات من خلال الهندسة الفراغية. منها هذه الأسئلة التي سنجيب عليها إن شاء الله في المحاضرة. هناك مسلمة أخرى اسمها مسلمة باش، وهنتعرض لها الوقت بالتفصيل، ولها أو ناتج منها من هذه المسلمة والمسميات التي وضعت من قبل نظريات سيتم إثباتها إن شاء الله. مسلمة باش، وهنثبت نظرية إن إذا كانت A و B و C ثلاث نقاط لا تكون مجموعة مستقيمة، يعني مش واقعين على مستقيم واحد، يبقى لو نفرض إن هذا المستقيم L ومستقيم يمر بالنقطة A ويحتوي نقطة من داخلية المثلث ABC، فإن المستقيم L تقاطع القطع المستقيمة BC لا يكون خالي أو لا يساوي الفاي. بعد كده هنعرف تطابق المثلثات والنظريات اللي هي تذكر حالات تطابق المثلثات. هنرمز للنقاط هنا، الأصل اللي هو مثلث مثلا ABC، يبقى المثلث الصورة بتاعته A شرطة B شرطة C شرطة أو A داش B داش C داش. وهنتعرف على نظريات التطابق وتعريف التطابق والنظريات العادية. السؤال الثالث برضو تبعا لمسلمات إقليدس، اللي زي ما احنا قلنا المحاضرات اللي فاتت، ان اذا قطع خطين مستقيمين
الآخرين بحيث كان زوج من الزوايا المتبادلة داخليا متطابقة، فإن المستقيمان يكونان متوازيان. ودي طبعا لحالات التوازي ونظرية التوازي اللي انتوا درستوها قبل كده في مراحل التعليم العام. هناك صيغ مكافئة لمسلمة إقليدس للتوازي اللي هي طبعا المسلمة الخامسة، هنثبت بعض الحالات منها. ده من خلال هذه الأسئلة، هي دي المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله. إجابة السؤال الأول على مسلمات هندسة إقليدس، احنا هنتكلم بالتفصيل عن مسلمات إقليدس لأن في المحاضرات اللي فاتت ما اتكلمناش بالتفصيل. هناك خمس مسلمات لإقليدس. المسلمة الأولى وإحنا قلناها وعرضناها في الشرائح، إن يمكن رسم خط مستقيم يمر بنقطتين، يعني أي نقطتين ممكن أن يمر بهما مستقيم. المسلمة الثانية، يمكن مد القطعة المستقيمة من كلتا جهتيها بدون حد لتصبح مستقيما، واتكلمنا على هذه المسلمة أيضا واعطينا عنها فكرة ونبذة في المحاضرات اللي فاتت. المسلمة الثالثة، أن يمكن رسم دائرة بمركز معلوم ونصف قطر أيضا معلوم، يبقى لابد في هذه المسلمة أن الدائرة هتتعين بالمركز ونصف القطر. المسلمة الرابعة، طبعا زي ما اتفقنا أن المسلمات لا تحتاج إلى إثبات أو برهان أو دليل. المسلمة الرابعة، كل الزوايا القائمة متطابقة، طبعا لأن الزاوية القائمة 90 درجة وكل الزوايا القائمة متطابقة. المسلمة الخامسة، وهي مسلمة التوازي اللي هنرمز لها بالإي بي اي عشان لما هنيجي نثبت النظريات اللي تم عملها من خلال المسميات والمسلمات. المسلمة الخامسة اللي هي كانت بتقول ايه، قلناها اذا قطع خط مستقيم خطين مستقيمين واقعين في مستوى واحد وكان المجموع لقياس الزاويتين الداخلتين في احدى جهتي القاطع اقل من قياس قائمتين، فان المستقيمين الاخرين يتقاطعا اذا مد في تلك الجهة من القاطع. هنوضح الكلام ده بالتفصيل من خلال المحاضرة. هنجاوب، احنا كده جاوبنا على مسلمات إقليدس الخمسة من خلال السؤال الأول. من خلال السؤال الأول أيضا، مطلوب نقائد هندسة إقليدس، يعني هنعمل نقد لهندسة إقليدس اللي وضحها في كتابه اللي احنا قلناه كمقدمة تاريخية عن كتاب الأصول اللي هو النظام أو البناء الهندسي للأرض، وصف اللي هو قياس الأرض، وصف الأرض ده الجغرافيا، لكن في الهندسة هو علم قياس الأرض، يبقى كل حاجة هنقيسها بالنسبة للأرض. من هذه النقائد، أولا افترض إقليدس وجود النقاط والمستقيمات بدون أن ينص صراحة على بمسلمة، ولم ينص أيضا على أن جميع النقاط ليست على استقامة واحدة. أيضا لم يذكر في مسلماته العلاقات البينية بالرغم أنه استخدمها، وكذلك برهن بعض النظريات في كتابه، ولكن كانت هذه النظريات قليلة جدا، وذلك بالاستعانة بالرسم، وهذا أمر في منتهى الخطورة أن نثبت نظرية عن طريق الرسم فقط. دي من أحد النقائد لهندسة إقليدس. ثانيا، يفترض نظام المسلمات البدء بعدد محدود من المسلمات المفروضة بشكل صحيح، ولقد أورد إقليدس مجموعة من تلك المسلمات، ولكن استخدم عدد
أكبر من ذلك بكثير في إثبات نظرياته ونتائجه، وسنذكر منها البعض. زي منصف الزاوية في مثلث يقطع الضلع المقابل. الحاجة التانية، لكل قطعة مستقيمة توجد نقطة منتصف، لأن القطعة المستقيمة زي ما احنا عارفين ان لها بداية ولها نهاية، وبالتالي يكون لها نقطة منتصف. لكل شكل مغلق يوجد مساحة داخله وأخرى خارجه، يعني الشكل المغلق يوجد له مساحة جوه ومساحة بره أو خارجه. وفي برهانه لإحدى النظريات فرض أن الخط المستقيم لا نهائي، ولم يشر إلى ذلك صراحة يعني. بعد كده كل المفاهيم أو الأساسيات دي حصل فيها تعديلات يعني. ثالثا، من ضمن هذه النقائد لهندسة إقليدس أنه لم ينص إقليدس على مسلمات الاتصال، وعندما وصل نقطة داخل دائرة مع نقطة أخرى خارجها افترض أن القطعة المستقيمة التي تصل بين هاتين النقطتين تقطع الدائرة في نقطة، دون أن ينص على ذلك أيضا في مسلمة واضحة. هنشوف الكلام ده من خلال الرسومات والشرائح. يبقى ديت نقائد، بعض نقائد الثلاثة اللي فاتوا. رابعا، كما بينا سابقا ان لجأ إقليدس الى فكرة الحركة، وده قلتها لكم في اول محاضرة، فكرة الحركة بدون معلومات مسبقة عن براهين وخصائص الأشكال الهندسية عند حركتها في الفضاء أو في المستوى. كل الكلام ده على مسلمات إقليدس ونقائد مسلمات إقليدس من خلال السؤال الأول الذي طرحناه في بداية المحاضرة. هناك مسلمات نوعية مختلفة عن إقليدس، ولكن هي في الحقيقة قريبة منها جدا، لأن اتكلم عن المستقيم الذي ليس له بداية وليس له نهاية، والقطعة المستقيمة التي لها بداية ولها نهاية، ودي عند إقليدس اللي هي القطعة. هو اتكلم عن المستقيم غير منتهي، ولكن لم يرمز أو لم يشير إلى أن المستقيم ليس له بداية وليس له نهاية. فنشوف ثلاث مسلمات من مسلمات الوقوع لهندسة هيلبرت في هذه المحاضرة، وهنكمل بقية المسلمات لهيلبرت في المحاضرات القادمة إن شاء الله، عشان مربوطة لهندسات أخرى جديدة. أول مسلمة من مسلمات هيلبرت إن بقول إن أي نقطتين مختلفتين A و B يوجد خط L اللاين يمر بهم ويرمز له بالرمز L تساوي AB straight line، أو السهمين دول معناها الخط المستقيم الممتد، اللي هي القطعة المستقيمة الممتدة من الطرفين، اللي هو الخط المستقيم AB عليه سهمين يعني. أما لو عليه سهم واحد يبقى تبقى شعاع، ما عليهوش أسهم بهلبة القطعة المستقيمة. نرجع لإقليدس، ده أول مسلمة. المسلمة الثانية، النقطتين المختلفتين A و B اللي هو لما يمر بهم خط، ده هذا الخط يكون وحيد، ودي المسلمة رقم 2 من مسلمات هيلبرت، أن النقطتين المختلفتين A و B الخط المر بهما وحيد. المسلمة التالتة، يبقى أنا بتكلم الوقت عن مسلمات هيلبرت اللي هي مسلمات الوقوع لهندسة هيلبرت، إن يوجد نقطتين على أي مستقيم، ويوجد ثلاث نقاط لا تقع جميعا على مستقيم واحد. طبعا شيء مسلم به. برضو بعد كده أربعة، لأي ثلاث نقاط A و B و C مش على استقامة واحدة هيوجد مستوى مثلا هنسميه
الفا بيحتوي كل منها، يحتوي الثلاث نقاط A و B و C، وكل مستوى يحتوي على الأقل نقطة واحدة لإما A B C. دي رقم 4. خمسة، المسلمة الخامسة، أنا كنت بقول اذكر ثلاثة، احنا هنعمل معظم مسلمات. الخمسة إن هي لأي ثلاث نقاط A و B و C ليسوا على استقامة واحدة هيوجد مستوى واحد فقط يحتوي كل منها ويرمز له بالرم ب الـ A B C، يبقى ده المستوى الواحد فقط اللي هو رؤوسه A B C. إذا اشترك المستويان ألفا وبيتا في نقطة فإنهما يشتركان بنقطة أخرى على الأقل. يعني لو مستويين، وإحنا عرفنا المستوى في المحاضرات اللي قبلها اللي فاتت، بنقول بقى لو المستويين اشتركوا في نقطة فإنهما لابد أن يشتركان في نقطة أخرى على الأقل. بعد كده المسلمة 7 لهيلبرت، هندسة الوقوع لهيلبرت، يوجد على الأقل 4 نقاط لا تقع في مستوى واحد. يبقى هنا عرفنا مسلمات إقليدس ودي مسلمات الوقوع لهندسة هيلبرت. يبقى هناك هندسة لإقليدس وتكلمنا عنها بالتفصيل، والنهاردة مسلمات الوقوع لهندسة هيلبرت، قلنا منها 7 مسلمات بتاعتها، وكنت بقول لك اختار 3 او قول 3 من اسمها. عاوزين بقى من المسميات والمسلمات اللي فاتت عاوزين نبرهن على نظرية. طبعا البرهان، المسلمة لا تحتاج الى برهان او الى اثبات او الى دليل، ولكن من المسميات والمسلمات بدأنا نوصل للنظريات. فعاوزين نشوف هذا الإثبات لهذه النظرية. بتقول إن إذا تقاطع المستويان فإنهما يتقاطعان فين؟ في خط مستقيم، ولا توجد نقطة مشتركة بينهما لا تقع على هذا الخط. يعني كل النقاط المشتركة بينهم هيقعوا على الخط المستقيم اللي هو خط التقاطع بين المستويين. البرهان هنا لو نعتبر المستويين ألفا وبيتا مشتركتين في نقطة B باستخدام مسلمة 7 من مسلمات هيلبرت، هتوجد نقطة أخرى P لا تساوي Q، النقطة Q يعني لا تساوي B مشتركة بينهما، ودي من المسلمة 6. هنجد ان BQ subset او جزء من الفا تقع داخل الالفا، والBQ straight line او المستقيم BQ هيبقى جزء ايضا من المستوى بيتا. يبقى معنى ذلك BQ straight line subset من الفا وبيتا، واللي هو التقاطع بلغة الفئات، نظرية الفئات. يبقى BQ مستقيم هيبقى جزء من ألفا انترسيكشن بيتا أو المستوى ألفا، أو هيقع بأكمله داخل تقاطع المستويين. يبقى احنا الوقت ثبتنا الاتجاه الأولاني ان BQ جزء من ألفا تقاطع البي. عاوزين بقى نشوف، عاوزين نريد نسبة ان PQ straight line هيساوي التقاطع. احنا ثبتنا الجزء اللي فوق، جزئية الاول، يعني بمعنى ان PQ straight line يساوي الفا تقاطع بيتا او المستوى الفا تقاطع المستوى بيتا. اذا لم تحدث المساواة فانه توجد نقطة على، خلي بالكم هيبقى في نقطة على المستقيم APQ، نقطة ولتكن R، دي لا تنتمي إلى المستقيم، ولكن هذه النقطة تنتمي
إلى التقاطع. يعني الآر هتنتمي للألفا and R هتنتمي للمستوى بيتا، وبالتالي من المسلمة الخمسة هيكون ألفا هتساوي بيتا هتساوي بي جي R. دي من المسلمة الخمسة، وهذا طبعا هيناقض الفرض، وبالتالي النظرية هتبقى صحيحة. يبقى احنا لأن في المفروض انتوا كرياضيات ممكن نفرض خطأ النظرية أو خطأ الفرض لإثبات صحة النظرية، نفرضه ونثبت صحة. وبالجملة الأخيرة هذا يناقض الفرض وبالتالي النظرية تكون صحيحة، اللي هي إذا تقاطع المستويان فإنهما يتقاطعان في خط مستقيم ولا توجد نقطة مشتركة بينهما لا تقع على هذا الخط. يبقى احنا قلنا مسلمات هيلبرت وقلنا مسلمات إقليدس. هنا مسلمة تسمى مسلمة باش، ما احنا بنتكلم عن هندسة المسلمات. هندسة باش بتقول لو كان A و B و C ثلاث نقاط ليسوا على استقامة واحدة، وكان المستقيم L في المستوى A B C لا يمر بأي من هذه النقاط الثلاثة، إذا قطع المستقيم إلا القطعة AB فإنه يقطع القطعة AC أو القطعة BC. يعني كلمة يقطع القطعة AC أو BC يعني ممكن يقطع AC لوحده أو BC لوحده أو الاثنين معا. هنشوف نظرية من هذه المسلمة، مسلمة باش. بنقول إذا كانت، وعايزين نثبت صحة هذا الكلام البرهان، أثبت أن إذا كانت A و B و C ثلاث نقاط لا تكون مجموعة مستقيمة، وإل مستقيم يمر في A ويحتوي نقطة من داخلية المثلث A B C، فإن L تقاطع الـ BC line اللي هي الخط القطعة المستقيمة line segment لا تساوي الفاعل. يبقى هذه مسلمة ومسميات، ومن المسلمة والمسميات مسلمة باش والمسميات كانت هذه النظرية، فلنثبت هذه النظرية. احنا نفرض ان E و D بتنتمي للاي ان للمثلث اي بي المستوى بتاع المثلث اي بي سي، ودي نقطه تنتمي للمستقيم ال، بمعنى ان اي نقطه على القطعه اي سي هنرسم المستقيم اي دي، اما اي دي ستريت لاين يمر بالنقطه بي او لا يمر. يبقى ده الفرض. فإذا كان ED straight line لا يمر في النقطة B، إذن من مسلمة باش هينتج أن ED يقابل الضلع أو القطعة المستقيمة AB أو الضلع BC. إذا كان ED مستقيم يقابل AB قطعة مستقيمة في النقطة مثلا F كما في هذا الشكل. الشكل يوضح الكلام اللي احنا بنتكلم فيه اهو، ان اي بي سي المثلث والنقطه اي والنقطه جي في هذا المثلث. هنرسم المستقيم اف سي ستريت لاين وهنطبق عليه الاف سي ستريت لاين او الخط المستقيم، وهنطبق عليه مسلمه باش اللي فوق بالنسبة للمثلث EFC، ثم بالنسبة للمثلث BFC. أنا عايزك هتمسك ورقة وقلم بعد كده وتبدأ الكلام المكتوب واللي أنا قلته تبدأ تتخيله وترسمه زي الرسم اللي قدامك عشان نطبق نظرية باش. هنجد أن المستقيم اللي يقطع الـ BC
أما إذا قطع الـ ED مستقيم straight line الضلع BC في الـ J اللي هو في شكل تاني، هنطبق مسلمة باش على المثلث EGC. أيضا نجد أن الـ BC قطعة مستقيمة، تقاطع الـ L لا تساوي الفاي. أيضا إذا مر الـ ED بالنقطة B هنطبق مسلمة باش بالنسبة للمثلث BEC. إذن BC تقاطع الـ L لا تساوي الفاي من خلال الرسم ABC. ولو مر المستقيم AD بالنقطة B هنطبق برضو مسلمة باش على المثلث BEC. عند مد بقى هنمد الـ BA قطعة مستقيمة من ناحية الـ A إلى النقطة E. إذن الـ L يقابل الضلع BC من المثلث BCE، ولا يمر بأي رأس من رؤوس المثلث BCE. أيضا بتطبيق مسلمة باش المستقيم إلا هيقطع الـ BC قطعة مستقيمة أو الـ CE قطعة مستقيمة، وحيث أنه لا يقابل الـ CE. طب ليه؟ إذن الـ يقابل الضلع BC في شكل. يبقى هذه النظرية مهمة جدا، لأنها بنطبق عليها مسلمة باش، وممكن تسأل فيها كإثبات. أقول لك أثبت النظرية ديت باستخدام مسلمة باش، أو أذكر مسلمة باش أو اكتبها وإثبت بها النظرية اللي فاتت. تعريف، نقول أن المثلثان، تعريف تطابق المثلثات عن طريق التناظر الوحادي بين رؤوس المثلثات بحيث تكون الأضلاع المتقابلة متطابقة والزوايا المتقابلة متطابقة، ده تطابق المثلثات. وهنعبر عن المثلثين بمثلث ABC والمثلث A' B' C'، دول متطابقين، وده رمز التطابق اللي هو المثلث ABC يطابق المثلث A' B' C'. أي أن المثلثان يتطابقان إذا كان الأضلاع المتناظرة متطابقة أيضا، اللي هي فيها تناظر اللي هو التناظر الوحادي، أن الـ AB هيساوي الـ A' B' والـ AC هيساوي الـ A' C' والـ BC هيساوي الـ B' C'. أيضا زوايا زاوية ABC هتطابق زاوية A' B' C' وزاوية BAC هتطابق زاوية B' A' C' وزاوية ACB تطابق A' C' B'. يبقى ده تعريف التطابق عن طريق التناظر الوحادي بين رؤوس المثلثات بحيث تكون الأضلاع المتقابلة متطابقة والزوايا المتقابلة متطابقة، وقلنا رمز التطابق للمثلث. نظرية من هذا التعريف هنقول يتطابق المثلثين ABC والمثلث A' B' C' إذا كانت الأضلاع، ما اللي قلناها بقى، المتناظرة متطابقة. يعني إذا كانت الأضلاع متناظرة متطابقة فإن المثلثين متطابقين، ده المثلث ABC. ولما عملنا الـ A' والـ B' والـ C' من النظرية هنحتاج إلى إثبات تطابق المثلثين، وذلك بفرض عكس المطلوب وأن الزاويتان غير متطابقان. يعني احنا هنفرض عكس المطلوب وهنصل إلى صحة النظرية. من المسلمة 4 يوجد شعاع A' B1' ويقع على الجانب B' للمستقيم A' C'، ويحقق الشرط ان زاوية CAB هتساوي او هتطابق او تساوي C' A' B1'.
ومن الفرض نجد ان A داش B داش لا يساوي الشعاع A داش B داش عند المد. فالمسلمة الاولى يوجد نقطة B واحد داش تنتمي للقطعة الممتدة او شعاع A داش B واحد داش، بحيث ان AB هيساوي A داش B واحد كما في الشكل المرسوم الاشكال، وAC هتساوي A داش C واحد داش، وزاوية CAB هتساوي زاوية C داش A داش B واحد داش، وAB هيساوي A داش B واحد داش. ده البرهان. ومن النظرية دي هنيجي هنلاقي ان المثلث ABC هيطابق المثلث A داش B داش C داش اللي من النظرية الأربعة اللي هي قبل اللي فات. هينتج من التطابق ان BC هيساوي B واحد داش C داش. علاقة التطابق علاقة تكافؤ. يبقى من النتائج السابقة نجد ان الأضلاع المتقابلة في المثلثين A داش B واحد داش C داش والمثلث A داش B داش C داش متطابقين، أي أن B واحد داش C داش تساوي B داش C داش، A واحد داش B واحد داش هتساوي A داش B داش، و A داش C داش هتساوي A داش C داش. بنفس الطريقة ننشئ المثلث A داش B اتنين داش C داش على الجانب الآخر للمستقيم A داش C داش في الرسم اللي فات. ونعتبر المثلثين اللي هما A داش B2 داش C داش و A داش B داش C داش، هيبقى هنا بما أن ال A داش B2 داش يساوي A داش B داش، يبقى من النظرية الثالثة نحصل على أن زاوية B داش B2 داش A داش هتتطابق الزاوية مع B2 داش B داش A داش. أيضا زاوية B داش B2 داش C داش هتتطابق مع الزاوية B2 داش B داش C داش. عند جمع الاثنين المعادلتين يبقى هنوصل إذن A داش B2 داش C داش تطابق زاوية A داش B داش C داش. ومن النظرية الأربعة نحصل على المثلث A داش B2 داش C داش هيطابق المثلث A داش B داش C داش، وبالتالي هنصل إلى التطابق. ينتج من التطابق إن إيه؟ بعد هذا التطابق ينتج إن الزاوية C داش A داش B2 داش هتطابق الزاوية C داش A داش B داش، ولكن زاوية C داش A داش B2 داش تطابق زاوية C داش A داش B1 داش. إذن زاوية C داش A داش B داش تتطابق مع زاوية C داش A داش B1 داش. طبعا النتيجة الأخيرة دي هتناقض المسلمة الرابعة، مما يثبت أن زاوية CAB تتطابق مع زاوية C داش A داش B داش. هذا التناقض يثبت تطابق الزاويتين، وبالتالي المثلث المطلوب بقى المثلث ABC هيطابق المثلث A داش B داش C داش. أنا عايزك بالراحة هتقعد تقرأ البرهان وتمسك الورقة والقلم في كل كلمة وهتوصل للناتج إن شاء الله. تطابق. طيب نظرية تانية عايزين برضو الإثبات، طبعا من المسميات والمسلمات اللي فاتت. هذه النظرية بتقول إذا قاطع خطين مستقيمين آخرين بحيث كان زوج من الزوايا المتبادلة داخليا متطابق، فإن المستقيمان يكونان متوازيان. تمام.
البرهان هنا من المعطيات ان زاوية A داش B داش B بتطابق زاوية C B B داش. افرض العكس زي ما اتفقنا، بنفرض العكس ونصل الى تناقض، يبقى احنا كده بنثبت النظرية. من الشكل عند المستقيم L والمستقيم L داش الاثنين بيتقاطعوا في نقطة لما يمتد في النقطة دي. احنا فرضنا العكس ان L تقاطع L داش بيتقاطع عند النقطة دي، حيث دي مثلا على نفس الجانب من T مثل C و C داش. دي الفرضية بتاعت كده. هتوجد نقطة E على الشعاع B داش E داش، بحيث ان B داش E قطعة مستقيمة تتطابق مع البي دي قطعة مستقيمة. من المسلمة واحد من المسلمات اللي احنا ذكرناهم من هيلبرت، حيث ان قطعة المستقيمة بي بي داش تتطابق ايضا مع القطعة المستقيمة بي بي داش. اذا المثلث بي داش بي دي هيتطابق، كل ده من الشكل هيتطابق مع المثلث بي بي داش اي. دي اللي هي نظرية الاس اي اس اللي هي سايد انجل سايد. وينتج من التطابق، يعني ضلعين وزاوية مشتركة دي في التطابق، وينتج من التطابق ايضا ان زاوية دي بي داش بي تتطابق مع زاوية اي بي بي داش. وحيث ان زاوية دي بي داش بي تكمل اي بي داش بي، يعني مجموعهم 180، وتكمل زاوية دي بي بي داش، اذا زاوية اي بي بي داش تكمل زاوية، لان مكملات الزاوية الواحدة متساوية تكمل زاوية دي بي بي داش. طب ليه؟ وهذا يناقض ان النقطة اي تقع على المستقيم L، أي أن المستقيمان L وL داش لهما نقطتان مشتركتان، وهذا تناقض أن المستقيم L يوازي المستقيم L داش. زي ما قلت لك هتمسك ورقة وقلم، وكل نظرية هتمسكها بالورقة والقلم وبالرسم. طب هنا احنا قلنا في انواع من هذا، من خلال هذا السؤال هنتناول نوعين من انواع الهندسة اللي هي الهندسة الزائدية والهندسة الناقصية. طبعا ديت عاوزين نشوفها بالنسبة لهندسة إقليدس. هل الهندسة الزائدية إقليدية؟ لا، الهندسة الزائدية ليست إقليدية، والهندسة الناقصية أيضا ليست إقليدية، لسبب الهندسة الإقليدية بتقول إن مجموع زوايا المثلث من خلال المسلمات بتاعته، إن مجموع زوايا المثلث الداخلة بتساوي 180. في الهندسة الزائدية مجموع زوايا المثلث الداخلة أقل من 180، يبقى الزائدية أقل من 180. مجموع زوايا المثلث الداخلة في الهندسة الناقصية أكبر من 180. طيب الهندسة الإقليدية فيها المستوى والنقطة والخط المستقيم والقطعة المستقيمة اللي هي هندسة إقليدس اللي احنا قلناها. أما في الهندسة الزائدية داخلية دايرة ونقطة في داخل دايرة ووتر مفتوح في دايرة وقطعة تصل بين النقطتين في دائرة. يبقى هنا الفرق بين الهندسة الإقليدية ان المستوى هيقابل هنا داخلية للدايرة، النقطة هنا هيقابلها نقطة داخلية في الدايرة، الخط المستقيم هيقابله وتر مفتوح في الدايرة، وهذه المقارنة مهمة جدا جدا جدا. القطعة المستقيمة في الهندسة الإقليدية يقابلها في الهندسة الزائدية قطعة تصل بين النقطتين في دايرة. تمثيل ايضا الهندسة الناقصية، دخلنا المجسمات عشان الفراغية. الهندسة الناقصية المستوى في الهندسة الإقليدية داخلية الدايرة في الزائدية سطح الكرة
في الهندسة الناقصية. النقطة هنا نقطة في داخلية الدائرة في الهندسة الزائدية، النقطة هنا على سطح كرة، دي الهندسة الناقصية. الخط المستقيم في الإقليدية هنا وتر مفتوح في الدائرة في الزائدية، يبقى الزائدية كله بالنسبة للدائرة، أما الناقصية كله هيبقى بالنسبة للكرة. زي ما قلت في البداية أن مجموع زوايا المثلث في تساوي 180 في إقليدس، أقل من 180 في الهندسة الزائدية، أكبر من 180 في الهندسة الناقصية. هذا سؤال هام جدا. في الهندسة الناقصية هنتناول نظرية وإثباتها من مجموع قياسات زوايا أي مثلث أكبر من قائمتين، يعني أكبر من 180 يعني. ولكن طبعا في إقليدس إن مجموع زوايا المثلث داخلة ب 180، عاوزين نثبت إن هذه النظرية هذه النظرية تتحقق في المثلث الذي ليس له زاوية حادة، أو أن إحدى زواياه حادة فقط. يعني لو خدنا المثلث ABC اللي له زاويتين A و B حادتين كما في هذا الشكل، يبقى العمود النازل من C على AB يقطعه في النقطة دي، ويجزئ هذا العمود المثلث ABC إلى مثلثين قائمين الزاوية اللي هو المثلث ADC والمثلث BDC، حيث يكون المجر أو القياس مجموع الزاويتين اللي هو ACD زائد مجر بتاع BCD هتساوي المجر بتاع ACB، وبالتالي مجموع قياسات زوايا المثلثين أكبر من 360 حسب النظرية واحد اللي هناك، صح؟ لكن مجموع زوايا الزوايا القياس الـ ADC وزاوية الـ CDB تساوي 180، يبقى هنا إذا مجموع قياسات زوايا المثلث ABC أكبر من 180 درجة، وهذا يسمى الفرق بين مجموع قياسات زوايا المثلث والقائمتين بالزيادة المثلثية اللي هي تريانجل إكسيدز، والذي يمكن أن يختار كوحدة لقياس المساحة على غرار الانحراف المثلثي في الهندسة الزائدية. يبقى هنا في الهندسة الناقصية ثبتنا ان مجموع قياسات زوايا في اي مثلث اكبر من قائمتين، يعني اكبر من 180 درجه. في الهندسه الزائديه هناك الانحراف الهندسي ايضا في الهندسه الزائديه ان مجموع قياسات الزوايا في اي مثلث اصغر من قائمتين، يعني اصغر من 100. الى اللقاء مع تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.